برضو لقينا ازمه تعرضت ليها، كان برضو حضرتك كان ليك كل الصلاحيات وحاولت طبعا يعني تغير المدير التنفيذي، وقابل حضرتك الموضوع ده يمكن خد كتير ومجهود منك كتير جدا. يعني حضرتك يعني حضرتك قول لنا ايه قصه الموضوع ده برضو. هي الحقيقه احنا بدانا حسينا ان مفيش توافق ما بين اداره المدير التنفيذي وادارتنا، فعدم التوافق ده ادى الى سوء فهم، وسوء الفهم ده ادى لان هو يعني يشتكينا ويهاجمنا، فبالتالي احنا فكرنا احنا جايين نصلح لعبه، مش جايين نهاجم ولا جايين فتره مؤقته بندير ولا جايين نتخاصم ولا جايين. فعيننا مستشار قانوني وقلنا الموضوع يبقى تحت ايده. المستشار القانوني أدار الموضوع وصل بالظبط، وصل معاه والتحقيق، ووصل بعد التحقيق وخدنا قرار ان هو ايه يستبعد. وليه يعني كل الصلاحيات طبعا، حضرتك رئيس الاتحاد وكل الصلاحيات ليه، خاصه حضرتك مش يعني مش نازل الانتخابات، يعني حضرتك ما يعني مش نازل الانتخابات وبتدير للمصلحه طبعا، لان اللجنه كلها حضرتك موقعه لان هي مش هتنزل الانتخابات ولو ان ده حق دستوري، لكن احنا كلنا اتفقنا بالزبط ان احنا هنمشي تبع ادبيا وشرفيا. بالظبط. وعايز اقول لحضرتك حاجه، والله انا بضرب بحضرتك وبالاداره للجنه المؤقته المثل، يمكن شفنا يعني في اتحادات اخرى بدون ذكر اسامي حصل مشاكل وكان لجان مؤقته وبتاع، ولكن حضرتك مشيت بالظبط وربط الحمد لله.